مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي الصف العاشر لمادة التاريخ. درسنا اليوم سنتحدث عن أهم الممالك العربية. إذن لدينا درس جديد وهو أهم الممالك العربية، وهو الدرس الثالث من الوحدة الرابعة، أهم الممالك العربية. أعزائي الطلبة، كنا قد تكلمنا في درسنا السابق عن العرب في شبه الجزيرة العربية، ورأينا المناطق التي سيطروا عليها وما هي أقسام العرب الثلاث: العرب البائدة والعرب المستعربة والعرب العاربة. اليوم سنتحدث عن أهم الممالك التي قامت في المناطق العربية، ونقصد بها شبه جزيرة العربية وبالتحديد في منطقة اليمن. لدينا أول مملكة وهي مملكة سبأ. إذن سنتحدث بالبداية عن مملكة سبأ. مملكة سبأ ظهرت في الفترة الزمنية بين 800 إلى 115 قبل الميلاد، إذن بين 800 إلى 115 قبل الميلاد. طبعا هذه الفترة الزمنية الطويلة تعد مملكة سبأ من أشهر وأقوى الممالك العربية القديمة التي ينتسب إليها عرب الجنوب. طبعا هذه المملكة تم ورد ذكرها في القرآن الكريم، وأيضا تم ذكرها في المدونات الآشورية، حيث تم إرسال العديد من الهدايا التي هي عبارة عن ذهب وجمال إلى الملك الآشوري. أيضا تم ورد ذكرها في عند الملك الآشوري سنحاريب وسرغون الأثاني. طبعا مملكة سبأ عندما قاموا عمل سكان المنطقة بالزراعة والتجارة، وقد وصلت قوافلهم التجارية إلى بلاد الشام. نظرا للفترة الزمنية الطويلة بين 800 إلى 115 قبل الميلاد، قد حدد المؤرخون تقسيم هذه المملكة إلى ثلاثة عصور. طبعا اعتمد المؤرخون تقسيم العصور الثلاث لأن كل عصر كان يمتاز بلقب جديد للحاكم الذي يسيطر على الحكم، أي حاكم يستلم الحكم يتخذ لنفسه لقب جديد، فكان يبدأ بداية عصر جديد. إذن سنتعرف على العصور الثلاث. العصر الأول إذن بعد أن تعرفنا ورأينا أن الأقوام العربية الجنوبية الذين سكنوا مملكة سبأ بين 800 إلى 115 قبل الميلاد، وحسب ورود ذكرها في القرآن الكريم والمدونات التي تربطها مع الآشوريين، وأنهم أقوام عملوا بالزراعة والتجارة، الآن سنتعرف على العصور. العصر الأول، طبعا الشخص الذي كان يستلم الحكم في سبأ يلقب نفسه بمكرب، إذن لقبه مكرب. اللقب مكرب، ومكرب تعني الشخص المقرب من الآلهة، أي أنه قريب جدا من الآلهة. طبعا هذا اللقب يعطي امتيازه ودليل على دور الحاكم الديني، طبعا بالإضافة إلى دوره السياسي أيضا هناك له دور ديني. طبعا نظام الحكم كان في العصر نظاما وراثيا، أي أن الحكم ينتقل من الأب إلى الابن ومن الأخ إلى أخيه. طبعا حسب بعض المصادر والنقوش التاريخية التي وصلتنا أنه كان هناك 17 حاكما أو مكربا، إذن تم العثور على 17 حاكما أو ما يعرف بمكربا حكموا مملكة سبأ في العصر الأول. أول مكرب وجد في العصر الأول هو سمة علي، إذن هو أول واحد سمة علي، كان اسمه سمة علي. طبعا سمة علي أقام في مدينة صرواح وهي عاصمة مملكة سبأ، أقام في مدينة صرواح. إذن العاصمة كانت هي صرواح، عاصمة مملكة سبأ القديمة. طبعا هذه العاصمة يوجد فيها معبد الثقة، وهو معبد يتم فيه ممارسة الطقوس الدينية الخاصة بهم. طبعا يوجد لدينا أيضا حاكم أو مكرب شهير جدا ويدعى كرب إيل وتر. هذا الكرب إيل وتر اتخذ لنفسه لقب وهو عرف باسم حاكم سبأ. طبعا بعد أن اتخذ لنفسه حاكم سبأ بدأ لدينا بداية العصر الثاني. إذن الميز العصر الأول اللقب، يلقب الحاكم بمكرب، والمكرب هو المقرب جدا من الآلهة الذي أعطى لنفسه دور ديني بالإضافة إلى دوره السياسي.
طبعا نظام الحكم كان في العصر وراثيا ينتقل من الأب إلى الابن ومن الأخ إلى أخيه. طبعا حسب المصادر التي وصلتنا يوجد لدينا 17 مكربا، أي 17 حاكما. أول واحد هو سمة علي، طبعا عاصمتهم كانت في صرواح وهي العاصمة القديمة لمدينة سبأ. طبعا بعد أن توسع الحاكم كرب إيل وتر وأطلق على نفسه ملك سبأ بدأ العصر الثاني. إذن الآن سنرى العصر الثاني. نحن كما ذكرنا أن المؤرخون قسموا العصور كل عصر حسب اللقب الجديد. اللقب الجديد باعتبار أنه بالعصر الأول أطلق عليه لقب مكرب، الآن سنرى في العصر الثاني أطلق على نفسه ملك سبأ. من الذي أطلق على نفسه ملك سبأ؟ هو كرب إيل وتر. طبعا اسمه إيل وتر وأطلق على نفسه ملك سبأ، فبذلك تكون قد ذهبت كلمة كرب فأصبح هو إيل وتر هو ملك سبأ، لأنه كان اسمه كرب ويلتر في العصر الأول، والآن في العصر الثاني أصبح اسمه ملك سبأ اللي هو إيل وتر. طبعا إيل وتر استطاع السيطرة على منطقة معين في شبه الجزيرة العربية. بعد أن سيطر على هالمنطقة المهمة وباقي القبائل المجاورة، أصبحت تظهر لدينا لأول مرة في شبه الجزيرة العربية دولة قوية جدا. إذن أصبح لدينا دولة قوية جدا موجودة وين؟ في شبه الجزيرة العربية. طبعا الفضل يعود لمن؟ لكرب إيل وتر الذي استطاع السيطرة على دولة معين، فأصبحت لدينا شبه الجزيرة العربية دولة قوية لأول مرة. طبعا العاصمة اللي كانت موجودة في العصر الثاني، باعتبار أن العاصمة في القسم الأول هي صرواح، الآن لدينا العاصمة في القسم الثاني وهي مأرب. إذن العاصمة وهي مأرب. إذن بالنسبة للعصر الثاني بدأت من ملك سبأ اللي هو إيل وتر الذي استطاع السيطرة على معين وأصبحت شبه الجزيرة العربية دولة قوية جدا، وأصبحت لدينا العاصمة مأرب. طبعا يشهد لهذا العصر الموارد البشرية والاقتصادية التي تم تجهيزها، بالإضافة إلى الأضرار التي تم الحاق بها بالعصر الثاني. الآن سننطلق إلى العصر الثالث. العصر الثالث والأخير من مملكة سبأ. طبعا العصر الثالث يستطيع تحديد المؤرخون والباحثون أن بداية العصر الثالث يبدأ من فقدان السيطرة على سواحل البحر الأحمر وسواحل أفريقيا، أي مملكة سبأ عندما بدأت تفقد سيطرتها على سواحل البحر الأحمر وسواحل أفريقيا بدأ العصر الثالث. طبعا الشيء المميز في العصر الثالث وهو ضم منطقة ريدان إلى مملكة سبأ، فأصبح الحاكم يلقب بملك سبأ وذي ريدان. إذن اللقب ملك سبأ وذي ريدان. طبعا تمت إضافة كلمة ذي ريدان نسبة إلى مدينة ريدان التي تم إضافتها إلى المملكة السبائية، فأصبح اللقب ملك سبأ وذي ريدان. بدأت هذه المرحلة عندما انسحب السبائيون من سواحل البحر الأحمر وسواحل أفريقيا. بعد أن ينتهي العصر الثالث تعتبر المملكة الحميرية الأولى امتدادا للعصر الثالث. إذن الذي ميز العصر الثالث هو دخول منطقة ريدان إلى مملكة سبأ. الآن سنرى المملكة الحميرية الأولى. لدينا المملكة الحميرية، طبعا قسمت إلى قسمين، المملكة الحميرية الأولى والمملكة الحميرية الثانية. لنرى القسم الأول، المملكة الأولى تمتد من 115 زمن نهاية مملكة سبأ 115 قبل الميلاد إلى 300 ميلادي. طبعا هذا الزمن الذي قامت فيه المملكة الأولى. طبعا تعتبر المملكة الحميرية هم من الأقوام العرب الجنوبيين، الذين سكنوا في جنوب اليمن. سبب التسماية أنهم سموا بهذه التسماية نسبة إلى جدهم حيمير. جدهم حيمير كان يدعي نسبه إلى مملكة سبأ التي تم انتهاء من عصره، فلأنه كان يدعي ادعاءه إلى انتمائه إلى نسب سبأ
استغل فترة الضعف بالعصر الثالث وتم تأسيس المملكة الحميرية الأولى. طبعا هنا عاصمتها نفس المدينة اللي كانت موجودة هي ريدان، أصبحت عاصمة مملكة الحميرية الأولى. إذن العاصمة هي أصبحت ريدان، أصبحت عاصمة المملكة الحميرية الجديدة. طبعا الشيء المميز في المملكة الحميرية الأولى أنه حدثت لدينا حملة رومانية بقيادة الإمبراطور الروماني غاليوس عام 24 قبل الميلاد. إذن يوجد لدينا حملة رومانية، حملة رومانية. طبعا هذه الحملة ستكون متجهة إلى بلاد اليمن، باعتبار أن بلاد اليمن هي موطن الألبان والبخور، فكانت الرومان تريد السيطرة على اليمن من أجل أن تقوى اقتصاديا وتجاريا، ومن أجل أيضا السيطرة على التجارة. لكن بالنسبة للرومان باءت الحملة بالفشل، والسبب أن وزير الأنباط صالح النبطي قد اعتمد تضليل الجيش الروماني بالسير في أرض لا يوجد فيها لا زراعة ولا ماء، وبذلك أنهك الجيش الروماني. طبعا فشلت هذه الحملة، فشل هذه الحملة يؤكد الصعوبة القوية في السيطرة على اليمن نظرا لصعوبة أراضي اليمن الجبلية. طبعا حسب بعض المؤرخون يؤكدون المزاحمة التاريخية بين المملكة الحميرية والرومان على طرق التجارة. بذلك يكون قد انتهى المملكة الأولى التي امتدت من 115 إلى 300 ميلاد، والتي ظهرت فيها العاصمة ريدان، يعني اللقب بقى نفسه هو اللقب ملك سبأ وذي ريدان، لكنها أصبحت مملكة حميرية نسبة إلى جدهم حمير الذي كان يدعي نفسه إلى نسب سبأ. طبعا حدثت لدينا حملة رومانية يعني خارجية، لكنها باءت بالفشل بسبب طبيعة البلاد الجبلية وبسبب تضليل وزير الأنباط صالح النبطي. الآن لدينا المملكة الثانية، المملكة الثانية باعتبار أن المملكة الأولى انتهت 300 ميلادي، راح تبدأ المملكة الثانية من 300 ميلادي إلى 525، إلى 525 ميلادي. هذه الزمن الذي قامت به المملكة الثانية. المملكة الثانية شهدت أن المملكة الحميرية بدأت بتجهيز قواتها وضمت إليها مدينة حضرموت وكافة القبائل المجاورة. بعد أن ضمت هذه المملكة مدينة حضرموت وكافة القبائل المجاورة، أصبح لقب الحاكم الحميري ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت، وكلمة حضرموت تم إضافتها إلى اللقب دليل على انتزاع السيطرة على حضرموت. إذن أصبح اللقب ملك سبأ وريدان وحضرموت. طبعا بعد السيطرة على حضرموت أصبح لقب الحاكم الحميري هكذا، سبأ وريدان وحضرموت. طبعا وصلت المنطقة الحميرية الثانية إلى أطراف بلاد الروم وأيضا إلى شمال شبه الجزيرة العربية، وقد شكلت خطرا على الروم. وفي عام 537 تم غزو اليمن المملكة الحميرية الثانية من قبل الأحباش، وقد استمر حكمهم 37 سنة. هنا ما كان أمام اليمنيين المملكة الحميرية الثانية سوى الاستنجاد بالفرس، فقام أحد الحميريين بالاستنجاد بالفرس وهو يدعى سيف بن يزن الحميري من أجل التخلص من ظلم الأحباش، فجاءوا الفرس واحتلوا اليمن، وأصبحت بذلك اليمن تابعة للاحتلال الفارسي. بذلك نكون قد أنهينا درسنا اليوم الذي تحدث عن أهم الممالك العربية. راح نعمل مراجعة قصيرة جدا لأبرز ما جاء في درسنا اليوم. رأينا أن مملكة سبأ بدأت من 800 إلى 115 قبل الميلاد. نظرا لطول الفترة قسمها المؤرخون إلى ثلاثة عصور، كل عصر يختص بلقب جديد للملك. العصر الأول ولقبه مكرب أي مقرب من الآلهة، هذا يدل على الدور الديني. طبعا يوجد لدينا 17 مكربا، أولهم سما علي والعاصمة اتخذ صرواح. العصر الثاني يبدأ من ملك سبأ الذي كان في العصر الأول ولقبه مكرب إيل وتر، وسمي إيل وتر ملك سبأ، طبعا العاصمة هي مأرب. العصر الثالث أصبح اللقب ملك سبأ وذي ريدان، وبدأ العصر الثالث الذي يعرف بعصر الضعف، بدأ بعد انسحابه من سواحل البحر الأحمر وأفريقيا. هنا بدأت المملكة الحميرية التي قسمت إلى قسمين، والقسم الأول يعتبر امتداد للعصر الثالث الذي شهد الضعف. المملكة الأولى بدأت من 115 قبل الميلاد إلى 300 ميلاد. العاصمة الجديدة أصبحت ريدان، واللقب بقي مثل ما هو ملك سبأ وريدان. بدأت بعدها الحملة الرومانية وانتهت بالفشل،
ووصلنا إلى المملكة الثانية استمرت من 300 إلى 525 ميلادي. نتيجة للسيطرة على حضرموت أصبح اسم لقب ملك سبأ وريدان، وحضرموت هو اللقب الجديد. بعدها غزا الأحباش اليمن، وبمساعدة الفرس تمكن الاحتلال الفارسي من السيطرة على اليمن. وبذلك نكون قد أنهينا درسنا اليوم، وهو عنوان أهم الممالك العربية القديمة.